لأن أنا بشوفهم بيكلموا بيكملوا بعضهم. لأن بعد المغرب النهارده تقريبا هتقدروا تخلوا تمرين اتنين ما عدا حاجة معينة هقولكوا عليها. احنا شغالين بين قوسين ايه بقى؟ ايه اكس
زائد بي واي زائد زائد. هنقول دي زي دي، دي كل اللي هنفرق لما هنيجي نشتغل على قطعه التفصيل هاجي احط ده بزد، وهنبتدي بقى نشوف حكايه لما بستعمل متغير جديد. يعني انا هاجي احط الزد بتساوي ايه؟ اكس زائد بي واي زائد سي، هتلاقي ان دي خلاص بقت اللي هي بالظبط هيحولها لي سيبرابل. اهم حاجه بنتعلمها ان لما ابتدي استعمل زد المعادله الجديده هي اسمها معادله تفاضليه في زد، ما هتبقاش في واي، احنا لازم نشيل الواي كلها، فهنحسب دي ونشيلها. ليه؟ عشان دي تلت واي، نحسبها منين؟ هنحسبها من هنا. وقاعد اشيل دي وهحط بدلها زد هتلاقي بقت سيبرابل، ومن دي اللي هنشرحها تاني بالتفصيل. النوع الثاني طبعا بعد ما نحلها وبجيب الزد لازم ارجعها لاصلها تاني. يعني زد ده متغير انا اللي بجيبه فلازم ارجعه لاصله تاني. النوع الاثنين الهوموجينيس بتلاقي شكل المعادله ايه؟ دي واي باي دي اكس. بالتالي الفانكشن هنا دايما واي على اكس. يعني ايه دايما واي على اكس؟ يعني ما ينفعش تبقى المعادله بتاعتك، يعني ممكن تبقى دي بقصد فيها ايه؟ بقصد ممكن تبقى اي باور واي على اكس، ممكن تبقى اي حاجه، بس دايما لما تظهر الواي تبقى مقسوم على اكس. ليه؟ لان التعويض المناسب ليها بروح واخده ان الزد تساوي واي على اكس. شايفين؟ يعني معناها برضه هحولها بعد ما كانت دي اسمها معادله تفاضليه في واي، لما استعمل التغير الجديد اسمه زد هتبقى اسمها معادله تفاضليه في زد. كل اللي بعمله من هنا طريقه الحاجه بقى، دي الخطوه الاولانيه التعويض. الخطوة الثانية أنا عايز أعمل إيه؟ عايز أشيل دي وعايز أشيل دي، دي بزد. طب دي نشيلها ونجيبها منين؟ أجيبها منين؟ بدل ما أجيب دي واي باي دي إكس وهو كسر كده وأقعد أستعمل قاعدة صعبة، فبروح أحط الواي بكده التفاضل هيبقى أسهل مش أكتر. لما أوصل أجيب دي واي باي دي إكس هروح قايلة هعمل تفاضل بالنسبة لإكس، وهنا ده حصل ضرب تفاضل اكس واحد في زد زائد الاكس في دي زد باي دي اكس. يبقى دايما اي مسألة هتلاقوا بقى تعويضات كتير، اي تعويض بدل ما كانت معادلة فوق هتبقى معادلة زد، دي لما تيجي تحلها هتلاقيها بقت صفر. يبقى عشان كده صفر على قد ما وصلت دي بعد التعويض ده دي برضه مش صفر. بعد دي سهلة خالص. تالت حاجة وكل حاجة فيها تحويلات هقولها. يبقى ثلاثة هنبتديها بس مش هخلصها. بس عشان يبقى دلوقتي عارفة البيت ملخص. ثلاثة هما ما بيبقاش اسم معين. يقول لك معادلة تفاضلية على الصورة وبيروح كاتب حاجة. بدل ما تقعد تقول كل ده أنا مسميها خط على خط وبتاع. يبقى شكلها إيه؟ الناحية الشمال دي واي باي دي إكس. شايفين الناحية اليمين كسر. فوق اسمها ايه؟ واحد اكس زائد بي واحد واي زائد سي واحد، وتحت ايه؟ اثنين اكس زائد بي اثنين واي زائد سي اثنين. لو بصينا لفوق وقعدت خط دول تحت خط، عشان كده انا بسميها خط على خط. تعرفين لو انا قارنت دي نمره ثلاثه باثنين وبرضه من غيرها احكي القصه تاني، هلاقي انا لو ما عنديش سي واحد وسي اثنين دول كنت قدرت اقسم فوق وتحت على اكس، وبقت ايه واحد زائد بي واحد واي على اكس، وتحت تبقى ايه اثنين زائد بي اثنين واي على اكس، بقت هوموجينيس. عشان كده لما نوصل لها هتبقى فكره فيها ايه؟ ده خط على خط. ايه اللي يخلي الخط ما عندوش سي واحد؟ انه يحصل انت هتشوف اي معادلات الضوء اللي ما عندهاش ثابت بتمر بايه؟ بنقطه الاصل، تمر بنقطه الاصل. فعشان كده كل اللي بنعمله هنا بقول انا لو ما فيش سي واحد ما فيش سي اثنين خلاص بقت هوموجينيس. طب ازاي اقدر اخلي ما فيش سي واحد وسي اثنين؟ قال لك لو خليناهم يفوتوا بنقطه الاصل. عشان كده انا لما بوصل للخطوه دي ببتدي اشوف هل الخطين دول متوازيين؟ يعني بارلل ولا عمودي ولا متوازيين ولا متقاطعين؟
المرة الجاية أنا هعمل متوازيين. لو أعرف مجرد النظر أو أعرف مجرد النظر أنا أي طريقة تعمل يعني، بس لازم يكونوا محطوطين إكس وواي نفس الترتيب ده. لو كان عندي A واحد على B واحد بتساوي A اتنين على B اتنين كده هيبقوا متوازيين. المتوازيين سهلة ما تاخدش أي وقت. ليه بقى؟ لأن بروح جاية واحدة ده بست كل ده هعيد تاني. أنا بس عايز تعمل الملخص ده. هاخد ست تساوي في حالة المتوازيين أكيد لو خدنا ده بست على طول هيبقى فوق ست زائد ست وهنا خمسة زائد عشرة زائد تسعين زائد اللي هو متوازيين زائد ثابت. هتلاقي إن الناحية دي كلها بقت ست، فبقت مسألة من النوع الأول خالص اللي هي سيبرابل. أما أوصل لهنا ده التعويض اللي أنا بستعمله، لكن عشان تبقى عارف لا ده أربع تعويضات ينفعوا، يا إما آخد ده بزت، يا إما آخد كله بزت، يا إما آخد دول بس بزت. لما نجيبها هنعملها بالتفصيل. تعالوا بقى نبتدي، ده المفروض اللي هنعمله النهارده. نبتدي من الأول. نعدو أمسحها. تعالوا نبتدي نشوف. لا مش عايز أول حاجة هنبتديها عايزين نكمل السيمبل. ونحل الأمثلة على قد ما نقدر. عندنا واحد في كل حاجة. ولو هنقول له ساكتين. يا ريت بقى وانا بعمل تكامل لو واحد عنده طريقة تانية ينفع يجي ويقول ده انا عايز ايه، مش عايز اتفتح بس هي قالت كده لازم كده. لا بالعكس، ممكن انا اقول طريقة وانت حاجة بطريقة تانية يبقى ده الحاجة بتبقى لذيذة ما تكونش مشتغل مع الناس. لكن لو بنتكلمه مش هينفع ان احنا نتناقش. تعالى نشوف ايه الحالة الخاصة وبعدين نحل بقى على السفر التاني. الحالة الخاصة تقول ايه؟ عندي الطرف الايسر دي الحالة الخاصة سبيشال كيس. عندي دي واي باي دي اكس وهنا في اف ايه اكس زائد بي واي زائد سي. ده لازم يبقى واحد وده واحد. غير كده ما تبقاش حالة خاصة، تبقى حاجات بقى تانية من انواع تانية. هو انا لما باخد ده بست هيبقى شكلها ايه؟ كل اللي انا عايز اوريه لك اغلب الاحيان ما بتكتبش لوحدها، بتكتب ان دي فكره المسائل. بس بدل ما احنا بنعمل عندنا وقت خلينا نقول هي بتيجي ازاي. لو انا خدت ده بست شايفين شكل المعادله قد ايه؟ ادي ايه اكس زائد عشان نبتدي نتعلم ان انا اما بستعمل متغير جديد ايه اللي لازم اعمله؟ دلوقتي ده تعويض اللي انا هستعمله. ويا ريت نتعود اي تعويض بلوزه عشان قدام شويه ممكن مساله فيها اكتر من تعويض. لما تيجي ترجع حاجه لاصلها ما تقعدش تدور بقى هي كانت فين. طيب ده تعويض عايز اخلي المعادله بتاعتي كلها في زد. هتبقى اسمها معادله تفاضليه في زد مش في واي. يبقى محتاج احسب ده. ليه؟ لان ده يعتمد على واي. ودي ما فيهاش مشكله يا رب هتبقى زد. بقول لك هو اللي فاهم كله مسائل تكامل مش اكتر. تعالى نبتدي نشوف هنعمل ايه. اللي انا بعمله هو ده اللي هيكمل في المسائل. هاجي بقى هنا عايز احسب دي واي باي دي اكس. احسبها من هنا ان انا هعمل تفاضل بالنسبه للاكس. ادي دي زد بالنسبه للاكس هتساوي ده الاي زائد ادي دي بقى تفاضل الواي وتفاضل ده بصفر كده. انا دي اللي انا عايزاها هقدر الف ناحيه الواحده عشان اشوف دي واحطها بدلها هتلاقي المعادله بقت سهله خالص. فهنا هقول بي في دي واي باي دي اكس تساوي انا عايزه دي دي زد باي دي اكس ناقص ايه؟ هاجي بقى المعادله دي هعوض عنها لو واحد شغال غلط من ضمن الحاجات اللي بتحصل لك ايه؟ المعادله دي عايز احلها ما هياش صفر لكن قالت لو استعملتي التعويض ده او استعملتي متغير تاني بالنسبه للواي هعرف احلها. فانا بوريك هو انت لو استعملتيها هيحصل لك ايه؟ يعني حتى ده هتلاقيه مكتوب في الكتاب لان المفروض خلاص كفكره هي. طيب تاني ده تعويض
ليه؟ عشان مش عارف حل المسألة. المتغير الجديد اللي اسمه زد هيبقى هو بدل الواي، لازم المعادلة الجديدة ما يبقاش فيها واي خلاص. فببص للمعادلة هو ده المسألة اللي هو مديها لي. الناحية الجديدة ما فيهاش مشكلة، لأن الغير بسيط ده هنحط قدام زد. طيب ودي هجيبها منين؟ عايزها منين؟ ودي هشيلها. ما ينفعش المعادلة اللي فيها اكس واي وزد، ده انا هستعمل زد مفيش واي بعد كده. فبتيجي دي واي باي دي اكس نحسبها منين؟ ازاي؟ بان انا هفاضل بالنسبه لاكس بدور على مين؟ بدور على دي واي باي دي اكس. تطلع لي ادي دي واي باي دي اكس، انا بوريكي هتبقى المعادله شكلها ايه؟ هتبقى سهله. يبقى زي حكايه تعويض التكامل العادي، هو احنا ليه بنستعمل المتغيرات تانية؟ ما عرفناش الحل لما بغير المتغير ما اعرفش اشتغل المسألة. فهنا دي واي باي دي اكس هتبقى واحد على دي، وادي هنا دي زد باي دي اكس. هتشوفي حالا في المسألة تلاقي الموضوع سهل قوي. يبقى دلوقتي كل حاجة بقت جاهزة عندي، دي هشيلها وأحط بدلها زد، ودي هشيلها وأحط بدلها ده. هتبقى معادلة ما فيهاش ولا حاجة صعبة. هتلاقي نفسك هتتيح. آدي المعادلة شكلها كده. هاي المعادلة الأصلية، أشيل دي واي باي دي إكس وأتعوض عنها ده. ده مش هتلاقيها مكتوب، لان ده المفروض انها حاجه ما هياش حاجه صعبه. والناحيه اليمين هتبقى اف زد. شايف كل ده حاطط ده زد. دي لما ترتبيها الكاتب مش صعب. شايف لما ترتبيها يعني ايه؟ يعني احضري في بي وجيبي ايه الناحيه دي؟ اسمها ايه؟ اسمها معادله تفاضليه بس في مين؟ في زد. هتلاقيها ايه كمان؟ هتلاقيها سيبريت. لان اف زد دي حاجه كده هتلاقي مسألة بقت ثانية واحدة بتتحل. هتلاقيها بقت سيربل، أما حلها اسمها معادلة تفاضلية في زد. يعني لما تحليها هتجيبي زد. آخر خطوة برجع راجع زد تاني لأصلها من التعويض اللي إحنا بنوزيه. أما نحل بزد بس الموضوع سهل. أول مسألة عملتها ناحية اليمين هتبقى عبارة عن كوزاين زد.
دي معادله جديده فيرست اوردر فيزيكس. انا عشان ابتدي اشوف هي سيبرال ولا لا لازم اخليها بالظبط على نفس الشكل، يعني حتى الاختصار اللي بعمله عشان اقارنها لازم يكون الناحيه الشمال هي دي واي باي دي اكس او دي زد باي دي اكس، عشان كده الواحد هيقول حياتي، يعني حتى اي حاجه بعملها بسبب عشان اقدر اشوفها لازم نمره واحد واثنين وثلاثه الثلاث انواع الاولانيه الطرف الشمال دي واي باي دي اكس. دي اسمها ايه المعادله دي؟ فيرست اوردر بقت سيبتابل ولا لا؟ لو فصلتها هعمل ايه؟ هحسب ناحيتين على كام؟ على واحد زائد كوزاين زائد خلاص هتبقى يبقى دي سيبتابل. هفصل والمره دي المتغير اللي هو زائد ده بدل الواي هجيبه الناحيه الثانيه. ونبتدي بقى نقول افكار كام؟ دي هحسب يبقى واحد هفصل خطوة الأولى افصل وبعدين كام؟ ومتغير زائد ولا في الناحية الشمال؟ أدي فصلت مين عايزة على أقل طريقة ولا طريقتين لتجاوز الناحية الشمال؟ فين الناس الشاطرة؟ تعالى نبتدي أنا حاولت أوريكم اللي هو ترتيب التفكير. هو بيقول لك نمرة واحد لو بتعرف تختصر يبقى كويس. نمرة اتنين لو ما اعرفش اختصر اجرب التعويض اللي انا عملت لكم دي حالات خاصة ده. نمرة تلاتة لو انت ما عرفتش الاختصارات وما عرفتش بتعويض اللي هو الأساسي الأولاني خالص في أربع حاجات تعويض. خطوة تالتة يقول لك هو أنت عندك إيه؟ هتوصف له انا عندي ايه؟ هتقول له عندي مساله فيها كوزاين. في تعويض ساعات بيكون في اداتي وساعات على حسب الوقت. والحقيقه في الحاجه حتى في اغلب الوقت ما تديهوش بياخد وقت جامد. بيحل اي مساله فيها دوائر ثلاثيه. بس التعويض ده بيبقى طويل قوي، دايما احاول الحاجات الاولانيه. رابع خطوه لو انت ما عرفتش تقول لك ايه طب جرب تاني. فأنا عايزة أشوف حد يقول لي نمرة واحد هل في اختصار؟ طيب هو أكيد بقى شايفين الاختصار يبقى اختصار. أنا هقول لكم طريقتين الاختصار هو قال واحدة منهم. الاختصار هيطلع المسألة هيخلي الناس ما توصلش للتعويض الصعب اللي هو اسمه يو بيساوي 2 اكس على 2 ده طويل جدا بس بيحل أي مسألة سواء الحاجات اللي هي الدوائر المثلثيه او تيوب فانكشنز مجموعين مطروحين مضروبين مش اي حاجه بس طويل واحتمال الخطا فيه كبير قوي. هو عايز يستعمل اللي هم الايدنتيز او الطبقات بتاعت الحساب المثلثات. واحد مش فاكر انا مثلا حطيت اكيد دي لازم اجيب لك اولها خالص انت حافظها وما بتتردش تاني. طب افرض ان انا مش حافظها هبتديها من الاول ازاي؟ في ثلاث متطابقات الناس اللي دايما بتاعك يعني ساين سكوير زائد كوزاين سكوير واحد ساين اكس زائد ناقص واي كوزاين اكس زائد ناقص واي دول بنسميهم الثلاثه الاساسيين. تلاقي في بعض الكتب تحط لك 40 متطابق واللي يحط 15 واللي يحط 17 كلهم اي واحد فيهم اقدر اوصل لها من الثلاثه دول وده ما اسموش الضمان. الضمان هو الضمان بتاع الثلاثه الاساسيين الحقيقه. فهنا من كوزاين اكس زائد ناقص واي ده طبعا يا ريت تكتبوا على ده مش نقطة مسألة لو سمحت ده عشان حاجات بس لو احتجتوها تقوى ده بيساوي كوزاين اكس كوزاين واي. ها مين قال لي ايه؟ اقلب الإشارة دي بجيب منها حاجات كتير دي واحدة من الثلاثة دول بيتقلبوا بتجيب منها كوزاين 2 اكس ان انا لو شلت الواي وحطيت بدلها اكس يديني كوزاين 2 اكس دي هتبقى اكس يبقى دي كوزاين تربيع. المتطابقه دي بتاعت كوزاين 2 اكس لها ثلاث اشكال نفس كوزاين 2 اكس
حصل معانا كتاب ايه؟ هما دول فايدتهم ايه؟ فايدتهم بيربطوا الدوائر الثلاثيه ببعض. فساعات يعني انا كنت واحده كوزاين مش عارفه اتعامل معاه، طب احاول اغير شكلها. ايه بقى؟ كوزاين تيب اكس ليه ليها ثلاث اشكال؟ ده اول واحد. تاني واحد يقول لك طب افرض انا مش عايزه دي. عايزه اروح اربط الكوزاين بس الساين سكوير. اروح شايله كوزاين سكوير احط ده انا ايه؟ واحد ناقص ساين سكوير. واحد وفي اغلب الاحيان بنحتاج المعادله يكون فيها اثنين، يعني الشكل ده يمكن اقلهم استخداما. فلو انا حطيت بعد كده عايزه اشيل الكوزاين سكوير واحط ده لو واحد ناقص ساين سكوير. خلينا بقى طبعا هنا دلوقتي ده مفيش كتير ريليشن ثانيه. هي دي قيمه؟ شايفين هنا هتبقى دي كويكو، يعني هتبقى كوزاين سكوير في حالة الزائد يبقى ناقص هيروحوا مع بعض. فهنا واحد ناقص ساين سكوير ودي كمان بقت ناقص 2 ساين سكوير. شايفين دي حطيت واحد ناقص كوزاين دلوقتي العلاقة تربط دول واحد بس ببعض. أنا كل شوية بحكي في المدرسة الظاهر بس ببقى حاطط أنتوا بتعملوا حاجة مفيش استحكام مثلا كل حاجة وهي فاهمة. طيب الشكل كمان لو أنا مش عايزة دي هشيل ساين سكوير واحط ده لو واحد ناقص ساين سكوير. فده هيبص التاريخ ده لك ايه؟ اثنين. تفتكروا احنا ايه اللي هنعوزها بقى؟ شايفين اخر واحده دي؟ احنا عايزين واحد زائد كوزاين، عايزين واحد زائد كوزاين. فشايف لو ده كانت الناحيه الثانيه هتقوم مديني واحد زائد كوزاين 2 اكس تساوي دي اللي انت كنت عايزها. اسمك ايه؟ علاء. علاء. فدي اللي كان علاء عايزها، دي اللي انا هستعملها دلوقتي ودي اول طريقه للاختصار. اوريكم بعد كده طريقه اسهل بس انا عايز اي واحد يبتدي من الاشهر الان ده فاهم. واحد زائد كوزاين 2 اكس تي اللي احنا عايزينها واحد زائد كوزاين زد. هتبقى عباره عن ايه؟ 2 بعدين كوزاين ده نص الهنا. تبقى دي كام؟ زد على الفكرة اللي هو قالها أهم حاجة فيها إيه؟ إن من ضمن التكامل لما يبقى تحت مجموعة ترمين يبقى صعب التعامل معاه. عادة لما أجي أقسم حاجة على تحت حاجتين أسهل ولا أقسم على حاجة واحدة؟ اللي هو عمله خلى المسألة دي هبقى أسهل تحت على حاجة واحدة. حتى دي بداية الفكرة. هو أنا ما ينفعش أحط حاجة واحدة بدل الاثنين اللي مخليني مش عارف أعمل تكامل. نرجع لمسألة التكامل مع شيلي. دي الطريقة الأولى للاختصار. الجزء الثاني المسألة بقى كده. الناحية الشمال دي اللي أنا هعوض فيها، كل الباقي هعمله بعيد عن المسألة عشان ما تتلخبطش. دي المسألة. هيبقى عندي واحد على تحت واحد زائد كوزاين هتبقى 2 كوزاين زد على 2 دي زد والناحية دي 2 دي إكس. واحد على كوزاين سكوير يعني ايه؟ يعني سين سكوير. يبقى هنا واحد على 2 واحد على كوزاين سكوير يعني سين سكوير زائد على 2. بقت ايه بقى؟ سهله ولا لا؟ هل دي اللي في الجدول بالظبط؟ هل سين سكوير دي بالظبط اللي في الجدول؟ لا، دايما اللي في الجدول ساين اكس سين سكوير اكس. يبقى هنا انا لما باجي اكمل دي بعمل ايه؟ بنقسم على ايه؟ على المعامل زد. وده عباره عن ايه؟ ده اللي هو التعويض اللي بقول لكم له حالات خاصه كتير. ده التعويض اللي هو له ثلاث حالات خاصه. لو مش عارفينه بنكتبه بس مش عايزه احس ان انتوا خلاص لقيتوا تاني. ال 6 سكوير تكاملها بتاعي. واقسم على المعامل ده يعني هضرب في التاني. بعد ما اخلصها هحطها على جنب انا استعملت ايه؟ عشان تبقى عارف كل حاجه. كده بقى تان زد على تان تان زد على 2 باكس زائد تي. كل اللي فاضل اشيل الزد. هل اخد انفرس للتان؟ زي ما انت عايز. ممكن تسيبها تان لانها هي كده صح؟
بدل الزيت نرجعها على اصلها تاني. ممكن تسيبها كده، ممكن تاخد الحاجه تودي تاني. تعالى اوريلك هنا هنا استعملت ايه؟ استعملت التعويض اللي له ثلاث حالات خاصه، اللي هو هاني، اللي هو ده. لما يبقى عندي اي حاجه في الجدول بس بدل الاكس ايه اكس زائد بي، دي لازم تبقى كده، ما ينفعش تبقى تربيع مثلا. بقول بدل دي واحده من الجدول هكملها، يعني 6 سكوير تكملها تاني، تكملها بكتير واقف كبير. واقسم على مين؟ اقسم على ده مين؟ ده معين الاكس. ده اللي هو لو بالتعويض بالخطوات مفروض ان انا هاخد ستة في اكس زائد دي هتحل المساله. ادي ده في اي سؤال في دي؟ يعني واحده كمان وبعد شويه هبتدي واسيب لكم. اهم حاجه عايز افكركم بالتجاهل. نعمل واحده ثانيه على الحاله الخاصه. ده هيروح الناحية التانية، فدي هتبقى تلاتة،
كتير حاجات عايز اعملها. دي اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هفصل. دي اسمها ايه النوع ده؟ فصل متغيرات. هفصل العين زي الناحيه الثانيه. ويبقى الناحيه اليمين دي اكس. تبقى مسألة شكلها كده. ايه دي المسألة؟ يبقى واحد على ثلاثة ناقص اثنين روت زد. والناحية اليمين دي اكس. كام؟ اعمل ايه؟ مين يقول؟ احط بقى اعمل تعويض تاني ولا اكملوها ازاي؟ احط ايه هنا؟ اخد دي بكام؟ ايه مش عارفين تعمل دي ازاي؟ اخد دي عايز اتخلص من الجذب ده. هو كان قايل اعملهم كلهم مره واحده. ايه دي تي دي تي. بعد كده عشان اتخلص من الجذب. عايز كل واحد عنده مساله حل اكتر من طريقه يعني. لما انتوا بتركوا في حاجه كنت عايز اقولها مش بعرف اقولها. دلوقتي بقت واحد على ثلاثة ناقص اثنين بدل روت زد بقت تي. ودي زد. شايفين دي زد هحط ده ايه؟ اثنين تي دي تي. تاني ادي ثلاثة ناقص اثنين روت زد بقت تي. ودي زد هحط ده تي دي تي. والناحية اليمين عبارة عن دي اكس. شايفين دي بقت ايه؟ كل شوية هنقول الشكل ده اسمه ايه؟ أما يبقى فوق كثيرة حدود وتحت كثيرة حدود. بيبقى اس دي لما يبقى فوق كثيرة حدود وتحت كثيرة حدود بيسموها راشنال فانكشن. هل أي راشنال يبقى لازم تبقى كسور جزئية؟ كسور جزئية لها شرطين. درجة الفوق أقل من اللي تحت واللي تحت أكبر من قوس. أصل لو ده قوس واحد هنقسمها لتشوف شكلها إيه. فعشان كده دي. لكن في البداية بدل فوق كثيرة حدود أو بولينوميال تحت بولينوميال لازم يبقى فوق أقل من اللي تحت. عشان يبقى فوق أقل من اللي تحت هعملها تشوف جزئية أو لا. بنقول أقسم. القسمة لما تبقى حاجات سهلة مش محتاجة أقعد أعملها قسمة مطولة. ممكن تتعمل قسمة بمجرد النظر. يعني دي لو جيت على جنب وقسمتها هتنفع. بس انا هقدر اقسمها شفوي ازاي؟ اولا هقدر اضرب هنا في ناقص. شايفين هنا ضربت ناقص؟ يبقى لازم احط ناقص هنا. وهعمل ايه؟ مين يقول لي؟ اجمع كام؟ ثلاثة. واشيل ثلاثة. دي ايه اللي انا بعمله؟ دي هي زيها زي القسمة المطولة بس بمجرد النظر. مش عارف ممكن اعملها في الدنيا ازاي. فهنا ناقص 2 تي محتاجة لها ثلاثة. واطرح منها ثلاثة عشان ما ابقاش غيرت حاجة. فده بقى المسألة كده. ايه المسألة خلاص تقريبا خلصت. يبقى هتلاقيه لما قبل ما نخلص هنكون عملنا كل الأنواع. ادي ناقص اهي وبعدين ثلاثة ناقص اتنين تي على ثلاثة ناقص اتنين تي. أخدت دول خلاص. وبعدين من الناقص دي في الناقص اللي هنا بقت زائد. زائد وبعدين ثلاثة بعد شوية المفروض هسيب لكم الحاجات اللي عملناها قبل كده كتير بس من الأول خلونا نفتكر. دي خلاص بقت واحد يبقى ناقص تي زائد ثلاثة. تكامل ده بكام؟ أضرب في اتنين وأقسم. عايز أضرب فوق في كام؟ في ناقص اتنين وأقسم بره على ناقص اتنين. يعني هعمل كده خلي تي اضرب في ناقص 2 وجوه. نضرب جوه في ناقص 2 ونقسم بره على ناقص 2. هخلي دي ناقص ثواني ثواني. لا الماينس اتضربت في دي هي زي ده. ولما جيت ضربتها في دي
كانت زائد. عشان كده حط القوس عشان ما انساش الضربه في كل. خلاص؟ شفتها ولا لسه؟ شفتها؟ طيب. بص دول ترمين كده. دي الناقص اللي بره. ضربناهم في الاولاني اهو. ايه؟ وهنا دي اكس. تبقى طبعا ممكن كان الاول اقرب اشاره ناقص ناحيتين لان عاده مش حلوه بتدي الصبر ناقص، يعني محدش بيقول ناقص اكس بثلاثه، دايما بيقول اكس ناقص ثلاثه، لكن مش عايزه ابتدي اقول لكم مليون حاجه في خسران في وقت واحد. دي بقت ناقص سي وهنا ناقص ثلاثه على اثنين وده فوق تفاضل اللي تحت. يساوي ادي هنا اكس زائد ثابت. لازم اعمل ايه بقى؟ اضرب الاول في ناقص عشان مش حلو ان انا اسيبها كده. شايفين وانا بضرب بعمل حاجه؟ شايفين اكيد هعمل ايه؟ مش حاطط ناقص سي. هسيبها سي زي ما هي. الثابت الاختياري هتلاقيني ممكن اكتبه لين سي. ليه؟ عشان يسهل لي الحسابات. ممكن اكتبه اي باور سي. ده ثابت ياخد اي عدد. فهنا ضربته في ناقص وسبته زي ما هو كده تاني. فاضل ان انت ترجع التي لاصلها تاني. ادي شايفين التي؟ شايفين بقى عشان كده لما بنتقابل ونزيد ده هترجع التي للزد والزد للاكس. قالوا لي بسرعه اكتب انا استعملت ايه هنا؟ مسألة التكامل دي عملتها ازاي؟ لو انا عندي كده اف داش دي واحدة من الحالات الخاصة بتاعت التعويض، بدل ما الواحد يعمل خطوات من حقه يكتب الإجابة النهائية. دي هتلاقيها بلين اف زائد ثابت. هتلاقي إن الكتب التكست بوكس ما يعملوهاش كده، يعملها بالخطوات. بيحاول يبين الوديع بلاش تحفظ، بس انا عارفه انكم بتبقوا عايزين كل حاجه من الاخر، يعني هو مفيش لو جت حاجه زي كده يعملها بالتعويض بالخطوات، هياخد يو باف ويبتدي يشتغل المساله هتدي نفس الحاجه، بس طبعا من حقك تستعملها لو انت عايز. لو سمحتوا طريقه الكلام انا بتخلوني بسيب مثال وبحل مثال، هتسكتوا هقول لكم افكار اكتر. قبل ما ابتدي النوع الثاني هوريكم المسألة اللي احنا عملناها من شوية دي تكتبوها على جنب. الاختصار التاني اللي هي كده. الاختصار التاني هيبقى أسهل شوية. ليه بقى؟ من ضمن الاختصارات بيقول لك أنت لو عندك واحد زائد كوزاين أو واحد ناقص كوزاين هنا في واحد زائد. لو انا ضربتها في واحد ناقص كوزاين هيبقى عندي واحد ناقص كوزاين سكوير يعني ساين سكوير. تاني في اختصار بيكرر كتير استخدامه بيقول لك ازاي تقدر تجيب ساين سكوير بسهوله. دي واحد زائد كوزاين ولو كانت واحد ناقص كوزاين عامل نفس الحكايه. اضرب فوق وتحت بكام؟ في واحد ناقص كوزاين. يوم يخليني تحت بكام؟ واحد ناقص كوزاين سكوير اللي هي ساين سكوير. هتلاقي بقى المسألة سهلة. يبقى طريقة الاختصار التانية لو أنت عايز تعرفها وكل واحد يشوف بالنسبة له إيه الأحسن الأسهل. ده بقى واحد ناقص كوزاين سكوير اللي هو إيه؟ ساين سكوير. واحد على ساين سكوير اللي هي كوسين سكوير. كوزاين على ساين سكوير. كوزاين على ساين يعني كوزاين. وواحد على ساين يعني كوسين. دي تكملها في الجدول ودي في الجدول. هتدينا شكل تاني. إيه حتى مسائل التكامل العاديه مش المعادلات التفاضليه. لما تستعمل اكثر من طريقه بيدي شكل مختلف. التكامل لما بيدي شكل مختلف، في ناس تقول لك ايه؟ ده انا هفضل اختصر
عشان اتاكد ان هو نفس الاجابه. لا، انت كل اللي بتعمله ان انت هات الفرق بينهم من الاجابتين لازم يطلع ثابت. لو لان معاك معوض راح اسهل كتير قوي من اي حد تاني. يبقى دايما في التكامل لو عملت الطريقتين وشكل الاجابه انت قلقان كان عملتها غلط بطريقه ثانيه، لا هات الفرق بين الاجابتين هتلاقي طلع ثابت يبقى الاثنين صح. بلاش نقعد نعمل مجهود كبير. تعال نشوف الطريقه الثانيه بقى او النوع الثاني. ايه النوع الثاني من وجهين السبب؟ قال لي شكل الفرق. يبقى شايفين كله هو مشكله تجاهه، لكن كونك تعرف الشكل ما بقاش نوع حاجه صعبه. ايه النوع الثاني؟ النوع الثاني بالعربي اسمه متكانسة وبالانجليزي هو جينس. الناحية الشمال ده الشكل، ناحية اليمين ولو سمحتوا هتلاقوا في مسألة موجودة في ثلاث أماكن فيها غلطة من غير تصليح الغلطة. مسألة التكامل فيها عنيف قوي فعايزاكم تصلحوها بطريقة تبقى تكامل معقول ما يبقاش تكامل صعب. هقول لكم عليها، هتلاقوها في التمرين نمرة 12 وبرضه في التقرير هتلاقوها نمرة 12 وفي الأمثلة وأنا بحلها هتلاقوني زودت حاجة معينة. يعني في مسألة فيها خطأ ممكن حلها بالخطأ بس تبقى صعبة. الشكل ده يقول إيه؟ ناحية الشمال يبقى نمرة 1 و2 و3 حتى، ناحية الشمال دي واي واي اكس. الناحية اليمين كلها كل ترم عندك لو ظهرت الواي لازم تظهر المقسوم على اكس، ما ينفعش يبقى فيها واي زائد واي على اكس مثلا، ما ينفعش تبقى فيها اكس زائد واي على اكس. ليه؟ لان لو سامحت القوي ده اللي انا بعمله اللي هنعمله دلوقتي وهي ترم ده كانسر، عارف هيحصل لك ايه؟ احنا عايزين معادله لما هستعمل التعويض يبقى فيها زد واكس فقط. لو هي مش واي على اكس وانا هستعمل التعويض ده هتلاقي هيفضل عندك دايما زد وواي واكس، مش هتعرف تتخطى تخليها زد وواو. يعني حتى لو واحد مش فاهم بس لازم تبقى فاهم المعادله اللي فيها اتنين. تاني لو كانت مش متجاز وانت تهيأت لك انها متجاز ايه اللي هيحصل؟ احنا بنقول لها طريقه الحل. هتيجي تستعمل طريقه الحل دي هتلاقي ان انت مش عارف تخلي المعادله بتاعتك في متغيرين اللي هم جداد زد واكس. عشان كده مفيش حتى لو واحد غلط مفيش مشكله خالص في الرياضه بس تبقى فاهم. عشان كده بنقول فهم وتدريب او تمرين قليل مش لازم تمرين كتير. تعال نشوف. يبقى ده النوع الثاني ده شكله. طريقه الحل حاجه واحده. الحل هستعمل تعويض زد بواي على اكس. ده هيعمل ايه؟ هيخليها هوموجينس. ده هيحولها هوموجينس. سوري ده صفر. كل الفكرة ازاي تخلي كل المعادلة بدلال المتغير الجديد. يعني هاي هنا عايز اشيل دي واي واي دي اكس هجيبها منين؟ هجيبها من هنا. واي على اكس هجيبها منين؟ زد. يبقى كل اللي فاضل ان انا اجيب ده عشان ما ينفعش فيها واي واكس وزد. عشان اجيب ده هاجي هنا انا عايز دي واي واي دي اكس اسهل لي بدل ما استعمل اسمه ومتفضل يا مش لذيذ والله. طب انا اقدر اقول ان الواي باكس زد. لما اجي اجيب دي واي باي دي اكس هتساوي ده حصل ضرب اكس تفضلها بواحد في زد زائد الاكس تفاضل الزد بالنسبه لاكس. كده كل حاجه بقت جاهزه عندي هعوض المعادله اللي عندي. اقدر اشيل الناحيه الشمال واشيل واليمين كلها بتبقى معادله في زد. الناحية الشمال دي واي باي اكس احط ده لا ادي زد زائد اكس في دي زائد باي دي اكس. يبقى كل الحاجات دي خلصت دي. هاي الناحية اليمين ادي اف وهنا زد. دي لما هترتبها ادي اكس. طبعا ممكن ما تعملش النظري اللي انا بعمله بس انا بوريك اكد لك ان المسألة مش هتلاقي يعني حتى كده مش هيعمل كل ده. بقى دي زد باي دي اكس احنا قلنا هتبقى شكلها ايه في الاخر؟ فصل متغيرات قسمتها على اكس
انا ليه قسمت على اكس؟ عشان اقارن لازم تكون دي مضروبه في واحد. اتحولت الى ايه؟ الناحيه الشمال دي زد باي اكس، الناحيه اليمين ده اكس فقط، ده زد فقط، بقت مين؟ بقت زد. بس دي اسمها زبرا في زد، يعني لما احلها هتديني زد. ارجع ارجع زد تساوي واي على اكس. يبقى هو يعمل لي ده بشكل اسمه جينيس الحاجه طريقه حله ازاي؟ هستعمل تعويض يحولها لي للنوع الاول اللي هو سيبرابل. لو هي مش سيبرابل هتيجي تستعمل التعويض ده هتلاقي المعادله تيجي تشيل الواي يطلع زد تلاقي فيها ثلاثه تخلص. تعالوا نشوف مثال على ده. المثال اللي بقول لكم موجود في ثلاث حاجات غلط. ادي مثال. شايفين
الباي اللي انا زودتها دي تخلي المساله اسهل. ايه بقى؟ لان انا دلوقتي في عوامل غلظت فبتخلي المساله سهله لان ده وده بيروح مع بعض. ده يسهل المساله من غير ما المساله فيها شغل عوامل. سكوير روت واحد ناقص سكوير. عشان كده انا بعمل مختصرات اخلي التفاضل لوحده مضروب واحد. يعني لازم احسب على ده. كده اقدر اقارن. دي معادله اسمها ايه؟ فصل متغيرات ولا لا؟ سيبرابل ولا لا؟ سيبرابل ده انا في اكس فقط ومضروبة بدالة زائد فقط. حاصل وكامل. تعالى افصل وكامل. حاصل هخلي زائد الناحية الشمال. تبقى واحد على. والناحية اليمين. اتنين من التكاملات اتكرروا كتير قوي. دي ساين اكس واي. وبرضه هكتبها وانا هرجع اقولها لو واحد مش فاكر تكتبها ازاي. مش عايز حد يبقى قلقان ان انا مش حافظ، مش عايزاك تحفظه. دي ساين اكس واي زد. الاثنين اللي بيكرروا كتير تان اكس واي وساين اكس واي. الباقيين محدش بقى هيندرس عليهم ديب اكتر يعني. وهنا لان اكس زائد سي. عايز تسيبها ساين ماينس 1 سيبها، عايز تاخد ساين للناحيتين خد ساين للناحيتين. طيب ارجع بس ست اصلها واي اكس. تعالى نشوف دي مره. كده المساله هتكون خلصت خلاص معادله فيها اكس. فاضل بس نجيب السالب ده. خلينا نجيبه الاول. ده دي بتقول ايه؟ فاكيد دي ايه؟ لو انا ببص ده طبعا الرسم بايد صعب، لكن لو انا بصيت لدي تعالى نطلع بقى على عدد لا نهائي من المعادلات. المعادله فيها اكس واي وسي. لو السي ده بواحد ب 15 يبقى محلها واحد. السي دي بداخل عدد لا نهائي من القيم عند كل سي. يعني زي ما بقول لك بالظبط اكس سكوير مثلا بتساوي واي ولا واي باكس سكوير ده محلها واحد. لكن لو قلت لك واي يساوي اكس سكوير زائد سي هيبقى عدد لا نهائي. المهم دي يقول لي لا انت اختار لي المنحنى اللي بيمر بالنقطه مين ومين هنا؟ اكس بواحد وواي بنص. هنيجي المعادله اللي عندنا حط اكس بواحد وواي بنص تبقى ساين ماينس 1. لا مش عايز الصوت المستمر ده. الواي بنص الاكس واحد هنا دي نص ناحية اليمين لين واحد. لين واحد بكام؟ يبقى ثابت بايه؟ ده قيمة الثابت هتحط واحد. تعالى نشوف واحدة كمان. في حد عايز يسأل أي حاجة هنا؟ نعمل واحدة تانية هوموجينيوس. دكتور أوريكم التكامل بتاع ساين ماينس واي مساواة. أنا لو عايز أجيب دي ومش فاكر إنها ساين ماينس 1 إيه التعويض المناسب؟ أنا عايز حاجة تخلصني من الروت. هبقى عندي سكوير روت وجواه درجة ثانية. يقول لك استعمل المتطلبات المسلسلة، استعمل الأيدنتيز. ليه؟ لو أنت خدت اثنين او ثلاثة مثلا ساين سكوير زائد كوساين سكوير واحد وقريتها هتلاقي ان المعادلة دي فيها ثلاث حاجات مرقعة. واحد زائد ثاني سكوير. لو كانت دي مثلا كيوبيك روت او واحد ناقص اكس سكوير يبقى استعمل التعويض. يبقى فيها للتخلص من الجذب اي جذب في الدنيا ان انا اخد اللي جوه بقى حاجة باور ثلاثة لو كان ثلاثة ثلاثة اللي بره. لكن هنا من الاسهل ان انا استعمل الدوائر الثلاثية.
هنا دخلنا اكس ديزاين او كوزاين. اديني طاقه اتاكد ان انا ده صح. لو عرفت خلي دول حاجه واحده اربعه، ما هو واحد ناقص اكس سكوير، واحد ناقص ساين سكوير يعني كوزاين سكوير، يبقى انا استعملت صح. هما يا ساين يا تان يا سين. لو استعملت واحده غلط مش هتعرف تخلي اللي جوه الدور اول ما بعده خلص الدرس، ما هيبقاش فيه قلق، هتضرب ثلاثه لو مش فاكر يعني. فهي خلاص المساله كده خلصت. هتبقى عباره عن واحد على جاز واحد ناقص اكس سكوير يعني كوزاين. ودي اكس كوزاين بيتا دي تيتا. وثبيتا كده ايه تاني؟ يعني مش عارف حد يبقى مين ده، نسيت تقريبا اتنين، ادي كام ساعة. هل مثال كمان وجينيس؟ دكتور المسألة اللي فاتت بس لو الواي اللي حضرتك دوستيها لو أنا مش حطيتها هل المسألة تتحل ولا لا؟ يعني لا بلاش خالص الكلام. مثال تاني ايه؟ أنا ممكن لا مش عارف أصدقه ده. إكس مضروبة في إكس زائد واي وهنا واي داش. عندي معادلة أنا لسه مش عارفة هي النوع الأول ولا الثاني. في جميع الحالات الأول والثاني والثالث بيقول لك خلي دي ناحية لوحدها وبعدين أنا بشوف هي إيه. يعني حتى الاختصار بيبقى هنا بسبب. ثانية واحدة عشان أنا حاجة غلط. واي داش هحسب على كل ده. ادي اكس سكوير. عايز ابتدي اشوف دي ايه؟ نمرة واحد. هل ممكن افصل؟ لو جيت بفصل مش هتعرف. هل دي حاجة خاصة بان فصل متغيرات برضه؟ لا. طب دي عندي ايه؟ هل دي هوموجينيس ولا عايز تعديلها وتبقى هوموجينيس؟ اقسم على اكس. اعمل ايه عشان تبقى هوموجينيس؟ اقسم على اكس سكوير. اقسم فوق وتحت. على اكس عشان ما اغيرش حاجة. على كام؟ اكس سكوير. على اكس سكوير. وكلهم يعني ده يعني اقصى افكار بقى. هو كل الحكاية تجاهل وما تقلقوش حاجة بس اللي أنا هعمله مش هيجيب حاجة ما شفتهاش. الأول عايز أقسم فوق وتحت على إكس سكوير. دي لكنها إكس سكوير بقت واحد زائد إكس كواير تتقسم على إكس سكوير يبقى واي على إكس. يعني دي عبارة عن إكس سكوير زائد إكس واي. لما بنقسمها على اكس سكوير بقت 1 زائد واي على اكس. كده بقت شكلها هو ده الشكل اللي كل ما واي تطلع يبقى مقسوم على اكس اللي هو مسميه هوموجينيس. طريقه الحل اخد زائد واي على اكس يعني هي طريقه الحل او نوع مش طعم هي التكاملات اللي عايزه تمارين شويه. ده التعويض المناسب لتحويل المساله الى سيبرال. لو ما طلعتش سيبرابل اراجع نفسي. ممكن تكون مجرد اشاره ولا حاجه بقى غلط طبعا مساله غلط. ادي واي باكس زد يبقى دي واي باي دي اكس. انا بعمل كده عشان اخلي المساله كلها بدلاله زد واكس. كل حاجه بقى جاهزه هبتدي اعوض. دي عندي ودي زد سكوير ودي زد واي داش دي عشان انا بفضل لا 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 ادي زد ده الناحيه الشمال خلصنا. اجي ناحيه باليمين نشيل واحد زائد زد سكوير وهنا واحد زائد زد. دي ايه؟ معرفش بس عشان اعرف لازم افهم دي واحده
وانا عايز الثلاثه تطلع صفر كده مش باينه لسه. لو ما طلعتش صفر بنرجع هنخلي اكس في بي زد. المشكلة طبعا ضمن الحاجات عشان كده هنا هوريك الاختصار ده وهنكرره كتير. انت عارف الاختصارات ساعات مجرد اشارة غلط تديني مسألة تانية ما لهاش حل. عشان كده لازم نعمل بهدوء ونعرف الأخبار اللي موجودة في الاختصارات وتتكرر هي ايه. لأن بتضايق قوي بس ساعات مجرد إشارة تقعد كلمة مسألة تانية ما تتحلش بتضيع لك الوقت كله وهي تبقى أصلا مسألة سهلة. عشان كده مش ماشي الاختصار. دلوقتي هاجي دي يعني مش عايز حكايه الشطاره قوي ان انا اعمل 10 خطوات في خطوه يعني. الاختصار اللي هعمله دلوقتي هيجي في نص المسائل ممكن اعمله حتى دلوقتي. هو دي طبعا واضح ان انا لما اقسم واحد على اكس هتبقى شكلها ايه؟ سيرفر كمان ولا لسه؟ هتبقى واحد على اكس مضروبه كل تسعه دول في مين دي؟ المفروض ان انا بعمل سيرفر بعمل ايه؟ بفصل وكان اللي انا هكتبه بس ما تكتبوش انا بقول لك مش عايز حد بقى يجي هنا هعملها وهشطب عليه يروح عامل لي كده. تلاقي نفسك ساعات بتكرر كلام بس هترميها هترميها ترميها. طب انا من اول ما تفصل يعني عشان ما ابقاش عندي مساله تكامل تخليك متضايق. مساله شكلها كده ينرفز. طب اختصر الاول. اختصر عايز يبقى شكلها ايه؟ كاس واحد. طبعا برضه هنا لو اختصرتها هتخلصها بس هي احتمال الخطا يعني اختصرها وهي كده ولا هو واحد على اختصار اسهل. الاختصار اللي بعمله بحاول اخلي ده ايه؟ كسر واحد. ليه؟ عشان يبقى كسر واحد اروح البيان هي تعمل ايه الاسم بسهوله لكن وهي كده بتلاقي نفسك بقى اشاره غلط وحاجه غلط زي كده. فانا مش بلاش نعمله كده. اختصروها فوق. اختصرها فوق هخلي المقام اللي هي كسر واحد وده اختصار دايما بيتعمل ان الواحد يحاول يخلي الحاجه اللي عنده كاس واحد. هبقى لسه هي دي اكس والناحيه اشتغلت دي زاد بعد الاكس واختصر وسيمبليفاي شايفين اختصر عشان كل ما تشوف الشكل ده اعرف ان انا لازم اختصر. المقام يبقى واحد زائد زائد هخليهم كاس واحد. فهتبقى هنا واحد زائد زد سكوير ناقص زد وايه كمان؟ وناقص زد سكوير. بتفرق كتير بقى لما تعمل الكلام ده. يبقى قد واحد زائد زد سكوير زي ما هي وبعدين ناقص زد هتبقى ناقص زد اهي وناقص زد سكوير. لسه اختصار شايفين دي ودي هتروح مع بعض. طيب مسألة كده تريح نفسيا ما تغلطش في الإشارات. أكيد بقى ده اللي أنا هعلمه بقت مسألة سهلة جدا وبقت واضح إنها سيرفربل حتى لما نبقى قبل نقسم. شايفين حقل بقى كده. شايفين نفس النتائج بقى خلاص بتتكرر تاني. دي مسألة فوق كثيرة حلول وتحت كثيرة حلول أو فوق بولينومي اللي تحت بولينومي. اللي فوق درجة واحد واللي تحت درجة واحد. عايز أقسم. هنا طبعا القسمة ممكن أكتر من طريقة. أنا عايز أقسم ممكن واحد يقول لي خليها واحد على واحد ناقص زد ودي على دي فأنت تضطر تقسم تاني. طيب ما هحاول الأول أعمل إيه؟ هخلي ده ياخد نفس الشكل دي. يبقى الاختصار يا اما اسمها مطوله يعني تيجي انا جنبك تكتب زد زائد واحد على حتى دي هنا ممكن اخد الاشاره بره لو عايز خليها بره هنا ناقص عشان تبقى الاسم اسهل وتبقى زد ناقص واحد اسم. انا عايز اقسمها بمجرد النظر بدل ما اعمل اسمها مطوله برضه ممكن اخد الاشاره الاول يعني همسك دي عايز اقسمها بمجرد النظر اخدت اشاره بره بقت هنا دي زد ناقص واحد هعمل ايه؟ ده بيساوي ادي الناقص اطرح واحد عشان تبقى زي دي والمع واحد وكان في واحد قبل كده يبقى هنا دول اللي ما عملتش
حل. يبقى ده رقم واحد وده معنى واحد. فده هيساوي ناقص زدنا صورة زدنا واحد واحد. ويفضل اثنين واحد واحد وبره ناقص. نفس النتيجة اللي بتحصل عليها لو عملت قسمة مطوعة. حد عايز يسأل؟ بحاول أخلي اللي فوق زي اللي تحت. عايز اللي فوق زد ناقص واحد مش كده زد ناقص واحد ولا زد ناقص واحد. فهفرح من دي واحد وهجمع واحد. أما أفرح واحد هتبقى زي اللي تحت. وأما أجمع واحد عشان ما أبقاش غيرت هتبقى إيه؟ في ناقص البره. خلاص كده بقى المسألة سهلة. عشان كده بقول لكم نفس خلاص التكامل بيكرر. يبقى المسألة دي في ناقص في دي يبقى عبارة عن ناقص زد. بعد الناقص ها اللي فوق تفضل اللي تحت. والناحية اليمين لل اكس. هعمل حاجة المرة دي مع عمرها بعد كده تاني. لو ما عملتهاش مش غلط. بس عشان تشوفها تبقى عارف ان ممكن. عارفين بدل السي هكتب ايه؟ هكتب لين سي. ينفع؟ ليه؟ ما تخليش انها اصلا عليا حتى لو ما عملناش الحمر ما بتعملش. لا مش عايزه صوت المستقر ده. الزيت لازم ترجع لاصلها ويفضل اطلب بنقط. يفضل ما سيبش اول صف اشاره سالبه تبقى شكلها مش لذيذ. شايفين كده دول مع بعض بقى جنسي اكس. امتى بحط السالب بنفسي؟ هنا سهلت شويه. في مسائل تانية بتسهل قوي، انت بقى لو جميع الحدود اللي عندك فيها لن هتلاقي الاختصارات واستخدام خواص اللوغاريتمات بيخليها احسن، هنا على الاقل برضه الشكل ايه؟ الطرف اليمين بقى شكله احلى، لكن لو عندك لو مفيش دي بقى هتلاقي المسألة بقت اختصاراتها تخلي شكلها ابسط قوي، بدل ما تلاقي مسألة أكثر من حد طلع فيه لن حط السبب بلن هيديني شكل أحسن، أفضل أضرب في الشارع و تبقى هي دي كده المسألة. هنبتدي النوع الثالث عشان تلاقوا حاجة تتسلوا فيها حتى ما اشوفكم بعد مدة طويلة. مفروض ان ده النهارده جروب ايه؟ معرفش انتوا عاملين أكثر من جروب ايه؟ السيرشالية دي هي نفس المسائل وهو بيتر اعتذر معرفش وصلت لكم الاعتذار ولا لا. من يومين كان انتوا بيدوكوا في ايه؟ في احمد وفي بيتر. بيتر ما رجعش بيت مين فيكم حصل مشكله في المواصلات او حاجه وسط ما اداش سيرش صح ولا لا؟ ولا انتوا ما بتحضروش سكيشن انا اللي عارفه كل حد بقى اي انشطه انا حصل انا لا بيتر خاف بره ده كان انتوا اعتذر يبقى في واحد كده تاني مش فاهم معايا تعال نشوف لا هي بتاعت يوم السبت اللي هو اعتذر عنك كان يوم السبت. ثانية؟ لا مش فاكر بقى جدوله ولا ايه؟ ساعات كده. هي جيمي كارل. الطريق النوع الثالث. لا مش عايز اظبط. خط على خط. شكل ايه وطريقة الحل. ادي شكل ناحية الشمال ده اسم النوع الثالث ده لقوا ايه؟ لو دول مفيش لو دول مفيش كان ايه؟ كان بقى هوموجينيس زي المسألة اللي حليناها في هوموجينيس ان احنا قسمنا فوق وتحت على اكس فقال لك قال طب انا عايز اتخلص من دول فدول خطين قال لك بس هما لو الخطين بيوازوا بعض ما ينفعش اخلي الخطين يفوتوا في نقطة الاصل زي يعني الخطين متوازيين قال لك لا ده لو متوازيين الموضوع سهل قوي ليه سهل؟
هو لو حطيت متوازين، لو مثلا الاسلوب بتاع الاولاني الثاني هيبقى متعاطف مع طول. عشان كده لو انا ماما متوازين واخدت ديب زيت بدل ما اخد ده متوازين ده، عارف دي تبقى كام؟ 10 زيت، 9 زيت، نص زيت. ليه؟ لان الخط الاولاني والثاني بيقول ان واحد بيساوي ان الاثنين هيبقى سلوك. يبقى لو هما متوازين العمليه مش محتاجه حاجه خالص، مجرد معاك فوق زيت هتلاقي فوق بقى زيت زائد ثابت، وتحت 5 زيت زائد 10 مثلا، بقى الناحيه اليمين كلها زيت، بقت مسألة سهلة وبقت سيبرال. طيب لو هما متقاطعين ايه الفكرة بقى؟ قال لك انا لو عندي خط واحد اسمه A واحد X زائد B واحد Y زائد C واحد، وعايزه يفوت بنقطة القصر، لازم اتخلص من C واحد. طيب هل ينفع افوت ده بنقطة القصر وده لا؟ لا، ده انا عايز اتخلص من الاثنين. فبتيجي الفكره من هنا، الخط ده انا عايز يفوت بنقطه القصر، ما ينفعش افوت ده لوحده وده لا، يا اما هتخلص من الاثنين دي تفضل. طب ايه الحاجه اللي تخليني ان الاثنين يفوتوا بنقطه القصر؟ ان انا اجي على نقطه التقاطع بتاعتهم، هي دي النقطه ده والنقطه على ده، هي اللي هتفوتها فين؟ بنقطه القصر. تاني يبقى الخطين دول حاجه من الاثنين يا متوازيين، دي اللي هنعملها النهارده سهله قوي. الثاني سهل بس طويل. يبقى اي خطين، يا اما الخطين دول متوازيين، يا اما الخطين دول متقاطعين. واعرف ازاي المتوازيين لو ايه واحد على ايه واحد يساوي ايه اتنين على اتنين. بس طبعا خلي بالي الاكس الترتيب ده ممكن في مساله يقوم لك حاطط تحت واي تطلع غلط مثلا. لو كنا متقاطعين مش هنحقق لي الكلام ده. حتى لو عشان ساعات ضدنا بقى يعني اخر حاجه ممكن يصعب مساله، بحط لك هنا واي، بحط هنا اكس. قلت لك لو ما خدتش بالك، ما هي دي المشكله، لو هما متوازيين وانت غلطت وانت بتحسب المعاملات طلعتهم متقاطعين، ايه اللي هيحصل؟ هتيجي تجيب نقطه تتقطع مش هتطلع. يعني لو خطين متوازيين هتعرف تجيب نقطه تتقطع بينهم؟ لا. يعني قصدي دايما خليك فاهم، بحيث ان انت لما في ناس بقى بتغلط وبتكمل، ايه ده نقطه تتقطع مش هتطلع ليه؟ مش هتطلع انت متوازيين، بس انت خدتش بالك من ترتيب الحاجات. او العكس، لو خطين متقاطعين وانت عايز تستعمل التعويض بانهم متوازيين، العكس بقى يمكن ياخد منك التفكير اكتر. تاني لو هما متقاطعين وانت حاولت تجيب التعويض بتاع المتوازيين، التعويض بتاع المتوازيين وانت بتستعمله، هتلاقي ان المساله هيبقى فيها زد وواي واكس، مش هتعرف تخلص. المتوازيين ما ينفعش غير المتوازيين. فهنا المتوازيين لو دول استعمل اي واحده من دول. التعويض اربع حاجات، مفيش واحد اسهل من الثاني، محدش يقول لك طب استعمل دي بدل دي، كلهم زي بعض. عشان كده نستعمل التعويض الاولاني على طول. بس انت فاهمه، لو خدت زيت ايه واحد اكس زائد بي واحد واي ينفع، لو خدت او دي تنفع، او دي تنفع، اي واحده من دول. شوف دي الاربعه كلهم يدوا نفس الاجابه او نفس الفكره. فانا دي كان مش كل مره عندك واحده دي تاني. دلوقتي المساله تتحط على خط. اول ما بداوا يفكروا قالوا الموضوع ما فيش، دي شكلها ايه؟ هوموجينيس. قال طب احاول اتخلص منهم. انت عشان عندك خط وتتخلص من دي، يبقى لازم تفوت الخط ده فين؟ في نقطة الأصل. بس أنا مش عايز أتخلص من سي واحد وسي سي 2، عايز الاثنين أتخلص من ثابت. فأنا طب أعمل إيه؟ ده أنا أجيب نقطة التقاطع بتاعتهم وهي اللي فوتها في نقطة الأصل. رجع طب أنا بفرض إن هما مفيش تقاطع بينهم. مفيش تقاطع بينهم ده بقى سهل أوي. ليه؟ لأن لو مفيش تقاطع
يعني هم متوازيين. المتوازيين عارف لو جيت زد دي تطلع لك 10 زد 50 زد 90 زد، لان بيبقى في قسمه ما بين السلوبس بتاعتهم وما بين الدعم. فاحنا كده هتلاقي دي زد زائد ثابت ودي 10 زد زائد ثابت، بقى كل الطرف الايمن زد بس. لو جيت استعمل التعويض ده في المتقاطعين شوف اكتر من المساله ليه بقى عشان تعرف. لو دي زد، لو انت خدت ده تعويض غلط، الاي دي اكس زائد بي دي واي زائد سي دي مش هتعرف تشيل الحته اللي انا سايبها في زد. فمفيش مشكله لو واحد حتى نسي التعويض مش هينفع. تعالى اوريلك لو انا بقى استعمل التعويض ده بتاع المتوازيين، بدل المساله عباره عن ايه؟ الناحيه الشمال محتاجه دي واي باي دي اكس، هجيبها منين؟ هجيبها منين؟ والناحيه اليمين فوق زد زائد ثابت، وتحت 5 زد 10 زد زائد ثابت. تعالى نشوف بقى المسألة هتلاقي سهلة أوي. والمتوازنين بتتحول إلى صفر. Yeah.